السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة الأونر إكس 20 إس إي، كما سنتعرف على السعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك، إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ومع فتح العلبة أول ما نجده هو الجهاز الأونر إكس 20، بعدها نزيل هذا الصندوق لنجد الشاحن الذي يأتينا بسرعة 22.5 واط، شاحن سريع. كذلك نجد كيبل الشاحن، كيبل يأتينا USB Type C. في هذا الصندوق الصغير أصدقائي نجد المانوالز، الكتب الخاصة بالجهاز، كما نجد كوفر شفاف، كوفر بلاستيك لحماية الجهاز. هذه هي كل محتويات علبة الأونر إكس 20 إس إي. بالنسبة للسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز هو $280 مع النسخة الأقل، نسخة 128 جيجا للمساحة الداخلية و 6 جيجا للرام. أما النسخة الثانية التي تأتينا مع 256 جيجا للمساحة الداخلية و 8 جيجا للرام، تتوفر هذه النسخة بسعر $310. هذه هي أصدقائي محتويات العلبة والسعر الرسمي للأونر إكس 20 إس إي. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي النهاية لا تنسوا اللايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.